السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم شهد زهرة، زميلتكم في الفرقة الرابعة، وان شاء الله هنتكلم في موضوع النهاردة بعنوان الابيديميولوجيكال ستادس. محاضرة النهاردة هي استكمالا للمحاضرة اللي فاتت، بس قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا عايزين نفتكر زمايلنا اللي سبقونا ونذكرهم دايما معانا في دعائنا. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويلحقنا بيهم على خير يا رب. ونبدأ المحاضرة بتاعتنا بدعاء المذاكرة علشان ربنا يسهل لنا كده إن شاء الله الفهم بتاعها. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعايزين نحط كده قبل ما نبدأ الفيديو، عايزين نحط كده شوية نوايا. يعني هو عامة قبل ما نعمل أي حاجة في حياتنا عايزين نتعود دايما ان احنا نحط نوايا قبل ما نعمل. يعني احنا دلوقتي هنسمع الفيديو، فاحنا نحط نية لله، نية بر للوالدين يعني، ونية لرفع الجهل. فمن ناحية انا هاخد الثواب بتاع ان انا سمعت الفيديو وان انا بذاكر، ومن ناحية تانية هاخد برضو ثواب النية اللي انا حطيتها، فيبقى 2 في 1. يعني اول حاجه انا عايزه اذكركم بس بالتقسيمه اللي كانت موجوده في اول الموضوع اللي هي كانت في المحاضره اللي فاتت عشان نعرف بس احنا هنمشي المحاضره ديت ازاي. اول حاجه احنا بدانا بال epidemiological studies، انا كنت بقسمها لنوعين. النوع الاول ده بيبقى observative، تمام، والنوع الثاني ده interventional. observative ده من اسمها يعني انا بعتمد فيها على الملاحظه فقط، يعني انا فيها ملاحظ. interventional ده انا بتدخل، يبقى فيها تدخل، تمام. يعني مثلا انا عايزه اعمل دراسه مثلا عن دواء جديد، انا اكتشفت دواء جديد، او انا عايزه انزل دواء جديد السوق، فانا عايزه اعرف الدواء ده كويس ولا لا، فانا هجيب مجموعه كده وابدا اجرب عليهم الدواء ده. والله الدواء ده لو جربته على بشر فهيبقى اسمه كلينيكال ترايل، ولو لو جربته على حيوانات هيبقى اسمها اكسبيرمنتال ترايل. يبقى الانترفينشنال ده انا بقسمه لنوعين، يا اما كلينيكال ترايل ده لو انا عملته على بشر، وانتر واكسبيرمنتال ده لو انا جربته على حيوانات. الاوبزرفيشنال بقى ده اللي انا بعتمد فيه على الملاحظة، ده بقسمه لنوعين، descriptive، والنوع الثاني analytical. descriptive ده من اسمه بيبقى just ان هو بيبقى وصف بس، يعني انا بجمع فيها data بس، انا عايز اعرف معلومات عن مثلا مرض معين، فبنزل دلوقتي الشارع ببدأ اسأل الناس شوية اسئلة علشان اجمع data عن مرض معين بس. وده بيكون فيه منه ثلاث يعني تحت منه 3 حاجات، يا اما الكيس ريبورت، يا اما الكيس سيريوس، او الكروس سيكشنال. والثلاث مواضيع دول اعتقد انتوا خدتوهم المحاضره اللي فاتت. الاناليتيكال ده بقى ده انا برضو بنزل فيه وبجمع الداتا بتاعتي، بس الداتا ديت انا ببدأ احللها علشان عايز اعرف اذا كان في علاقه عندي ما بين مرض وما بين ريسك فاكتور. يعني انا مثلا عايز اعرف اذا كان في عندي علاقه ما بين مثلا اللونج كانسر وما بين السموكينج، فانا هنزل دلوقتي ابدا اعمل استطلاع راي واجمع داتا من الناس، اشوف مين الناس المدخنين ومين الناس اللي عندهم ريسك فاكتور، وببدا اعمل ببدا اعمل لهم اناليسيز كده، ببدا انا اعمل تحليل للداتا ديت علشان اشوف اذا كان في علاقه ما بين السموكينج وما بين اللونج كانسر ولا لا. يبقى في الديسكريبتيف ده انا جاست بس ان انا بجمع داتا، بينما في الاناليتيكال ده انا بجمع داتا بعد كده ببدأ احلل الداتا ديت علشان اشوف اذا كان في علاقة عندي ما بين المرض وما بين الريسك فاكتور ولا لا. وده بيكون في تحتها نوعين، اول نوع الكيس كنترول، والنوع التاني الكوهورت، كوهورت ستادي. انا بقى في المحاضرة بتاعتي النهاردة هتكلم فيها عن الكيس كنترول، وهتكلم فيها عن الكوهورت، وهتكلم فيها عن الكلينيكال ترايل ده. يعني انا هتكلم فيها عن الثلاث مواضيع دول. المين بالك عندي في المحاضرة هيكون للكيس كنترول،
والكوهورت. بعد كده هيكون في كام سلايد كده في الاخر عن الكلينيكال ترايل، وان شاء الله نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. يبقى انا عندي الكيس كنترول ده بيكون عبارة عن ستادي نوعها ايه، بيبقى اناليتيكال اوبزرفاتيف من الابيديميولوجيكال ستادي، بينما الكوهورت ده بيبقى برضو اناليتيكال اوبزرفاتيف ابيديميولوجيكال ستادي. الكلينيكال ترايل ده بيبقى انترفينشنال بقى، يعني الكيس كنترول والكوهورت الاثنين دول بيبقوا اناليتيكال اوبزرفاتيف، بينما الكلينيكال ترايل ده انترفينشنال. نتكلم بقى على النوعين الاناليتيكال عندي اللي هم الكيس كنترول والكوهورت ستادي. الاثنين دول انا ببدا فيهم عندي بتو جروبس، يعني بيكون في عندي مجموعتين. والله انا لو بدات دلوقتي في الحاضر بالاوتكم اللي هو الديزيز، يعني انا مثلا عندي مثال اللي هو اللي انا قلته بتاع الكانسر لونج والسموكينج، انا عايز اعرف اذا كان في ما بينهم علاقه ولا لا. فانا هبدا اجيب مجموعه من الناس عندهم اللونج كانسر وابدا اسالهم اذا كانوا هما بيدخنوا ولا مش بيدخنوا. يعني انا هبدا دلوقتي في الحاضر، يعني انا هبدا دلوقتي في الحاضر بناس اوريدي عندهم الديزيز، وهرجع ورا في الماضي اسالهم يعني على حاجات هما كانوا بياخدوها في الماضي، اسالهم في باست هيستوري، اساله مثلا هل انت كنت بتدخن زمان، واشوف انا برجع للماضي. يعني ده كده اسمه ريتروسبكتيف، ريترو يعني باست. يبقى في الكيس كنترول انا ببدا فيها بالديزيز، بعد كده ببدا اساله على الاكسبوجر اللي هو كان بيدخن ولا لا، وده بساله على حاجه حصلت له في الماضي، يبقى اسمها ريتروسبكتيف. يبقى الكيس كنترول عندي ده بيبقى اسمه ريتروسبكتيف كيس كنترول ستادي، بينما في الكوهورت ستادي ده انا ببدا في الحاضر بس ببدا بناس هيلسي، يعني ناس ما عندهمش اي مرض، ببدا انا اعرضهم للحاجه دي. يعني انا هبدا اعرضهم للتدخين، بعد كده هتابعهم لفتره من الزمن في المستقبل عشان اشوف هيحصل لهم كانسر لونج ولا لا. يعني انا دلوقتي ببدا بناس هيلسي، هبدا اعرضهم، يعني هعرضهم لاكسبوجر اللي هو التدخين، وهبدا اتابعهم في المستقبل علشان اشوف هيحصل لهم الديزيز ولا لا. يعني انا بروح من الاكسبوجر للديزيز، وبيبقى ماشي عندي الاتجاه عندي الزمني بيبقى مستقبل، فده كده اسمه ايه، بروسبكتيف يعني في المستقبل. يبقى الكيس كنترول ده ريتروسبكتيف، بينما الكوهورت ده بيبقى بروسبكتيف. الكيس كنترول انا ببدا فيه في الحاضر بالديزيز وبرجع لورا، برجع بالذاكره لورا عشان اعرف اذا كان اكسبوز للحاجه ديت ولا لا. يعني انا ببدا من الديزيز وبرجع ورا للاكسبوجر، فاسمها ريتروسبكتيف. بينما الكوهورت انا ببدا في المستقبل باشخاص اصحاء عادي جدا، ببدا اعرضهم ان انا ببدا بالاكسبوجر، بعد كده ببدا اتابعهم بقى الفتره في المستقبل عشان اشوف هيحصل لهم المرض ولا لا. يعني انا بروح من الاكسبوجر للديزيز في المستقبل، يبقى ده كده اسمه بروسبكتيف كوهورت ستادي. تمام. الكيس كنترول قلنا ده بيكون عباره عن نوع من الاناليتيكال ستادي اوبزرفاتيف برضو. قلنا بيكون شرط الكيس كنترول ده ان انا بيكون في عندي تو جروبس، الجروب الاولاني ده بيبقى ديزيزد، الجروب الاولاني ده بيبقى ديزيزد، الجروب الثاني ده بيبقى نوت ديزيزد، يعني بيبقوا اشخاص هيلثي عادي. الجروب الديزيزد ده هسميه كيس جروب، وجروب النوت ديزيز ده هسميه كنترول جروب. هو من اسم الاستادي عادي عامه، مش اسمها كيس كنترول. يعني بيكون عندي تو جروب، كيس جروب ده اللي هم الديزيز، كيس الكنترول جروب ده اللي هم النوت ديزيز. وشرط عندي ان يكون الجروبين دول ماتشد او ايدنتيكال، يعني الجروبين لازم يكونوا شبه بعض. يعني لو هجيب مثلا جروب اولد ايج يبقى الجروب الثاني اولد ايج، لو الجروب هيبقى يونج ادلت يبقى الجروب الثاني يونج ادلت، لو الجروب الاولاني هيكون عباره عن رجاله فقط يبقى الجروب الثاني رجاله فقط، لو هيبقوا ستات يبقى دول برضو ستات. طيب ايه الغرض من الموضوع ده؟ الغرض منه ان انا احاول يعني التشابه ما بينهم ده، احاول ان انا اخلي النتيجه يعني ادق ما يمكن. تمام. يبقى انا
ببدأ الدراسة ديت عندي بتو جروبز، كيس جروب اللي هما الديزيزد، وكنترول جروب اللي هما النوت ديزيزد، وقلنا ان هما شرط يكون عندي الاتنين ماتشد او ايدنتيكال. يبقى انا في الدراسه ديت انا قلت ان هو بيكون عباره عن ريتروسبكتيف، لان انا برجع في الماضي بسال في باست هيستوري. ببدا بتو جروبز، الجروبين دول بيبقوا ايدنتيكال. جروب الديزيز ده بيبقى اسمه كيس جروب، وجروب النوت جروب نوت ديزيز ده بيبقى اسمه كنترول جروب. وببدا اقارن ما بينهم، بسالهم على اسئله حصلت لهم في الماضي، يعني هل هم تعرضوا للحاجه ديت ولا لا، علشان اعرف اذا كان في علاقه ما بين المرض وما بين الريسك فاكتور ده ولا لا. طيب انا عايزه اعرف ايه هي مميزات الدراسه ديت اللي هي الكيس كنترول. اول حاجه ان هو بيكون عندي suitable for rare disease. اول حاجه نبصمج الموضوع ده بعد كده نفهمه، يعني ايه يعني suitable for rare disease؟ مش انا عندي في الـ هنا في الـ في الكيس كنترول، في الكيس كنترول مش انا ببدأ بالديزيز بعد كده برجع في الماضي للاكسبوجر، مش انا بدأت بالديزيز. يبقى من المميزات بتاعته ان هو سيوتابل فور رير ديزيز. العكس بقى بيبقى في الكوهورت، الكوهورت ده مش سيوتابل خالص للرير ديزيز، يعني ديت بالنسبه له تعتبر من العيوب بتاعت الكوهورت. الكوهورت برضو معلومه عنه يعني ان هو بيكون سيوتابل فور بس رير اكسبوجر، مش الكوهورت برضو انا ببدا فيها بالاكسبوجر يبقى هو سيوتابل فور رير اكسبوجر. الكيس كنترول انا ببدا فيه بالديزيز يبقى سيوتابل فور رير ديزيز. دي كده بصمجه على الماشي يعني. طيب اجي ابدا بقى افهم الموضوع ده، يعني ايه سيوتابل فور رير ديزيز؟ انا في عندي مثلا رير ديزيز مثلا زي الاديسون ديزيز، فانا عايز اعرف اذا كان في علاقه ما بين المرض النادر ده اللي هو الاديسون ديزيز وما بين ريسك فاكتور اللي هو بياخدوا دواء كورتيكوستيرويد اللي هو كورتيزون. فاني اسهل ان انا اجيب ناس اوريدي اصلا عندهم المرض وابدا اسالهم هل كانوا بياخدوا في الماضي كورتيزون ولا ما بياخدوش، ولا اجيب ناس هيلسي وابدا اديهم كورتيزون واتابعهم فتره طويله من الزمن سنين وسنين على ما اشوف المرض ده هيظهر عندهم ولا لا، ويعلم اصلا هيظهر ولا لا، لان هو اصلا مرض نادر يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. فاني اسهل ان انا اجيب ناس عندهم المرض واسالهم كانوا بياخدوا كورتيزون ولا لا، ولا اجيب ناس اصحاء وابدا اديهم الكورتيزون واتابعهم سنين طويله يا عالم اصلا هيحصل ولا لا؟ اكيد اسهل ان انا اجيب الناس اصلا عندهم المرض واسالهم. فبالتالي لان انا هنا ببدا في الكيس كنترول ببدا بالديزيز، فاكيد الاسهل ان انا في حالات الرير ديزيز ان انا اعمل لها دراسه كيس كنترول، لان انا بجيب الناس اللي عندهم الديزيز وابدا اسالهم خدوا كورتيزون ولا لا. تاني حاجة عندي في المميزات ان هو كان اكزامن ديزيز ويز لونج ليتنسي. لونج ليتنسي يعني ايه؟ يعني مرض عنده لونج انكيبيشن بيريود، يعني بياخد فترة طويلة جدا على ما الاعراض بتاعته تبدأ تظهر. فاني اسهل برضو ان انا اجيب ناس عندها الديزيز فعلا وابدا اسالهم اذا كان هم اتعرضوا للريسك فاكتور المعين ده في الماضي ولا لا، ولا اجيب ناس اصحاء وابدا اعرضهم للريسك فاكتور واقعد بقى معاهم استنى اللونج انكيوبيشن بيريود ده على ما يعدي والاعراض عنده تبدا تظهر؟ اكيد الاسهل بالنسبه لي اللي هيوفر وقت وهيوفر مجهود ان انا اجيب اشخاص فعلا عندهم المرض اللي لونج انكيوبيشن بيريود ده وابدا اساله على الحاجات اللي تعرض لها في الماضي، اسهل من ان انا اجيبه ولسه اقعد استنى معاه سنين طويله بقى على ما المرض يبدا يظهر. هو ده برضو الفكره يعني. تالت حاجه ان هو كان اكزامين ميني بوتنشال ريسك فاكتور. يعني ايه؟ يعني هو يعني بيكون عندي هو ديزيز واحد انا برجع للماضي بساله على ريسك فاكتور، والله الديزيز ده ممكن يكون ليه مالتيبل ريسك فاكتور، يعني مثلا عندي ديزيز مثلا زي اللانج كانسر ممكن يكون مثلا بسبب الريسك فاكتور بتاعه، ممكن يكون بسبب سموكينج، ممكن يكون بسبب جينيتك، ممكن يكون بسبب انفكشن. فالمرض الواحد بيكون ممكن يكون ليه اكتر من ريسك فاكتور، فهو الدراسه ديت بتساعدني ان انا اقدر ادرس اكتر من ريسك فاكتور. ورابع حاجة عندي قلنا ان هو ماتشنج، ان هو لازم لو الجروب ده هيبقى اولد ايج يبقى الجروب التاني اولد ايج، لو كان يانج ادلت يبقى الجروب التاني يانج ادلت وهكذا. يبقى من المميزات بتاعته اول حاجة ان هو سيوتابل فور رير ديزيز، تاني حاجة ان هو
كويس جدا مع الديزيز ويز لونج ليتنسي، تالت حاجة ان هو يكون عندي اكتر من ريسك فاكتور، ورابع حاجة ان هو يبقى فيه ماتشنج، وده بيخلي لي النتيجة عندي بعد كده تطلع بتبقى ادق ما يمكن يعني. طيب عيوب بتاعة الكيس كنترول، اول حاجة عندي ان هو بيريكول بايز، بايز ديت يعني اي حاجة هبوظ الدراسة عندي. طيب ايه اللي ممكن يبوظ الدراسة عندي في الكيس كنترول؟ هو مش الكيس كنترول ده، انا ببدأ بالديزيز بعد كده ببدأ اسأل الناس على الباست هيستوري بتاعهم، يعني هل هو مثلا اتعرض للحاجة الفلانية ديت ولا لا. طيب يعني انا فيها بعتمد على الذاكرة بتاعت الشخص ده، طب ممكن شخص يكون فاكر كويس ويديني معلومات دقيقة، وشخص تاني ما يكونش فاكر فيبدأ يديني معلومات او داتا غير دقيقة، فالداتا عندي لما تكون غير دقيقة اكيد هتطلع لي معلومات او نتيجة مش دقيقة، فده كده هيعمل لي بايظ اللي هو هيخلي لي النتيجة عندي مش كويسة، فده يعتبر من عيوب الكيس كنترول. تاني حاجة ان هو كانت ميجر الديزيز اونسيت، ليه؟ لان انا فيها اصلا ببدأ بالديزيز بعد كده ببدأ ارجع في الماضي للاكسبوجر، فانا بدأت بالديزيز انا ما اعرفش هو الشخص ده دلوقتي جاي لي بالديزيز، انا ما اعرفش هو المرض ده بدأ عنده من امتى، ما يمكن بدأ عنده من 10 سنين وهو جاي لي دلوقتي، انا اعرف منين ان هو بدأ عنده من 10 سنين؟ فبالتالي هو ما بيعرفنيش حاجة زي كده. فمن العيوب بتاعته ان هو بيريكول بايز لانه بيعتمد على الذاكرة بتاعت الشخص. تاني حاجة ان هو كانت ميجر الديزيز اونست لانه هو بيجيلي بالديزيز دلوقتي انا معرفش هو بدأ امتى، ممكن يكون بدأ من 10 سنين وهو جايلي دلوقتي. يبقى من المميزات بتاعته اول حاجة ان هو بي سيوتابل فور رير ديزيز، تاني حاجة ان هو بيكون كويس جدا مع الديزيز ويز لونج ليتنسي، تالت حاجة ان هو بيساعدني ان انا اعمل اكزامينيشن ما بين اكتر من ريسك فاكتور، ورابع حاجة انه بيبقى فيه ماتشنج. العيوب بتاعته ان هو بيريكول بايز، تاني حاجة ان هو كانت ميجر الديزيز اونست. طيب انا قلت في الكيس كنترول ده انا بيكون في عندي تو جروبس، الجروب الاولاني ده بيبقى الكيس جروب او اللي هو الديزيز جروب، هرمز له بالدي بلس كده. الكنترول جروب دول اللي هو النوت ديزيز، يعني ايه دي ماينس كده يعني هو نوت ديزيز يعني. بعد كده هبدأ اقسمهم، انا هعمل الجدول ده، الجدول ده بيساعدني على حل المسائل لان انا هيكون عندي مسائل بعد كده. فانا جبت اول حاجه بدات بالديزيز ونوت ديزيز، هبدا بقى اقسمهم لاكسبوزد ونوت اكسبوزد، ده كده اكسبوزد اللي هو الاي بلس ونوت اكسبوزد اللي هو الاي ماينس. ده هو هيبقى مديني في المثال او المساله اللي هو هيديها لي ايا كان، هيجيب لي الكيس والكنترول وهيبدا يديني مين فيهم اتعرض ومين فيهم ما تعرضش، مين فيهم جاله المرض ومين فيهم ما جاش. فانا ايه الارقام ديت هو هيكون مديها لي في المساله، انا بس هبدا ارقمهم كده ان ده هسميه ايه، ده هيبقى بي ده هيبقى سي وده هيبقى دي، علشان هيساعدني بعد كده في الحل. طيب انا ازاي اقدر اعرف اذا كان في اسوشيشن ما بين الديزيز وما بين الريسك فاكتور ده ولا لا؟ والله انا ممكن اعرفها بالبي فاليو او الكايتو تيست، الاثنين دول تقريبا بيبقوا موجودين في دول بعملهم على برامج احصاء وكمبيوتر وحاجات كده يعني، ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم عندي دلوقتي هو الاودز ريشيو ده، لان ده بيبقى عباره عن معادله هبدا اطبق فيها ارقام وهيطلع لي نتيجه، فانا كدكتور مهم بالنسبه لي دلوقتي في المحاضره ديت ان انا اعرف الاودز ريشيو. الاودز ريشيو ديت المعادله بتاعتها بيكون عباره عن ايه، بيكون عباره عن اودز اوف اكسبوجر ان كيسز على اودز اوف اكسبوجر ان كنترول. يعني ايه برضو الكلام ده؟ نرجع عندي للجدول ده هيفهمني. قلنا اول حاجه ان في البسط عندي بيكون اودز اوف اكسبوجر في الكيسز، يعني بيبقى عندي في البسط الاكسبوزد على النوت اكسبوزد في الكيسز، الاي ديت الاكسبوزد على النوت اكسبوزد في الكيسز اللي هي السي ديت هيكون عندي في البسط، على المقام بتاعي هيكون الاكسبوزد على النوت اكسبوزد في الكنترول، يعني بي على سي على دي، بي على دي، دول كده عندي في المقام، وانا عارفه ان عندي مقام المقام بسط والبسط ده هنزله تحت، فيبقى عندي النتيجه النهائيه هيبقى عندي A في D على C في B او B في C. يعني ملخص كل ده ان انا ممكن اعمل كده مقص في المقام عندي هيبقى A D على
بي سي، وممكن برضو اعمل لها كده سكيمة ادبس اي دي في البسط، البي والسي في المقام. يبقى ده كده المعادلة بتاعت الاودز ريشيو واللي هعوض عنها بعد كده في المسائل. والله الاودز ريشيو ده لو النتيجة عندي طلعت بتساوي 1، ده كده معناه ان هو نو اسوشيشن. نو اسوشيشن يعني مفيش علاقة ما بين الريسك فاكتور وما بين الديزيز ده. طيب الاودز ريشيو ديت لو طلعت اكبر من 1، يعني في عندي بوزيتيف اسوشيشن. بوزيتيف اسوشيشن يعني الريسك فاكتور ده بيزود لي فرصة حدوث المرض، ولو كان عندي الاودز ريشيو ده اقل من 1، ده كده معناه نيجاتيف اسوشيشن، يعني الريسك فاكتور ده بيقلل لي نسبة حدوث المرض. معنى ان هو بيقلل نسبة حدوث المرض ده كده معناه ان هو ليه بروتكتيف افكت. يبقى والله لو كان بيساوي 1 يعني نو اسوشيشن، لو اكبر من 1 يبقى فيه بوزيتيف اسوشيشن، وده كده معناه ان الريسك فاكتور بيزود نسبة حدوث المرض. لو اقل من 1 ده كده معناه ان فيه نيجاتيف اسوشيشن، وده كده معناه ان الريسك فاكتور بيقلل نسبة حدوث المرض، يعني ليه بروتكتيف افكت. طب مديني كده مثال بيقول لك ريشيو بيساوي 1.6، ده معناه ايه؟ 1.6، 1.6 ده كده معناه 60/100 او 60%. يعني فده كده معناه الاشخاص اللي بتتعرض للريسك فاكتور ده عرضة لحدوث المرض 60% اكتر من الناس اللي مش بتتعرض للريسك فاكتور. يعني لو انا مثلا بتكلم على السموكينج واللونج كانسر، فانا لو جبت ناس وعرضتهم للسموكينج فهيكونوا اكتر 60 مرة ان هو يجي لهم لونج كانسر من الناس اللي مش بتدخن. تمام، اتمنى ان الفكرة تكون واصلة. يعني طيب نتكلم مع بعض بقى على المثال ده، وهو ده يعني غالبا الشكل اللي هيجي لنا في الامتحان. يعني يقولك اول حاجه ان انا في عندي دراسه عايز اعرف الريليشن شيب ما بين البريست كانسر وما بين اليوز اوف الكونتراسبتيف بيلز. يعني بريست كانسر ده ديزيز وده الاكسبوجر اللي هو الاورال كونتراسبتيف بيلز. هو بيسالني فيها عن باست هيستوري، يعني جاب لي ناس وبدا يسالهم كانوا بياخدوا الاورال كونتراسبتيف بيلز ديت ولا لا، ومديني الجدول ده. انا قسمتهم لناس لجروبين، الجروب الاول دول الناس الديزيز اللي هم عندهم اوريدي بريست كانسر اللي هو ايه هسميها دي بلس، الجروب الثاني ده اللي هو ايه دي ماينس اللي هم ايه الكنترول جروب اللي ما عندهمش المرض، وهنا هحط الاي بلس اللي هم ان هم فعلا بياخدوا اورال كونتراسبتيف بيلز، وده كده الاي ماينس اللي هم ما بياخدوش اورال كونتراسبتيف بيلز. وهو مديني بقى الارقام دي. انا قلت ايه في الجدول عندي ان ده هيبقى عندي ايه زي ما يعني انا قسمتها، ده هنا كده دي بلس وده دي ماينس، هنا اي بلس وهنا اي ماينس، ده كده هاديها هنا اي وبي وسي ودي. فاول حاجه هو بيسالني بيقول لي ايه وات از ذا تايب اوف ذيس ستادي، مش هو هنا بيسالني عن باست هيستوري؟ يبقى ده كده على طول كيس كنترول ريتروسبكتيف، يبقى ده كده على طول ايه كيس كنترول ريتروسبكتيف كيس كنترول اناليتيكال ستادي، ده كده اللي هي الاجابه النموذجيه. يعني تاني حاجه بيسالني عنها الاودز ريشيو. الاودز ريشيو انا كنت بحسب الاودز ريشيو ازاي؟ مش انا قلت ده هنا كده ايه بي سي دي وكنت بعمل ايه حركه المقص دي، فكان ادبس اي في دي على بي في السي، الاي اللي هي تبقى 450 في 350 على 150 في 500، طلعت عندي ب 21. 21 ديت انا مش هطلع النتيجه كده واقف، لا هو ايه هقول له ان الاودز ريشيو طلعت عندي 21، يعني ايه في بوزيتيف عندي اسوشيشن، فده كده معناه ايه الناس اللي بياخدوا اورال كونتراسبتيف بيلز عرضه ان يجي لهم بريست كانسر 21 مره اكتر من الناس اللي ما بياخدوهوش. يبقى this means that women using contraceptive pills are 21 times at risk for developing breast cancer more than a non-user. ان الناس اللي بياخدوا الحبوب منع الحمل ديت عرضة ان يجي لهم breast cancer 21 مرة اكتر من الناس اللي مش بياخدوها. هو ده كده معناه. يبقى قلنا اول حاجة what is the type of this study، قلنا لان هو بيبقى past history فده بيكون عبارة عن ايه retrospective كيس كنترول اناليتيكال ستادي، وقلنا دي كده ايه اجابه نموذجيه. يعني الاودز ريشيو قلنا ان انا بعمل حركه المقص ديت وبادبس وبعوض طلعت عندي بواحد وعشرين، مش هسكت هقول ان 21 ديت يعني اكبر من 1 يبقى في بوزيتيف اسوشيشن،
يبقى ده كده معناه ان الستات اللي بتاخد اورال كونتراسبتيف بيلز عرضه ان يجي لهم بريست كانسر 21 مره اكتر من الستات اللي مش بتاخد الاورال كونتراسبتيف بيلز. تالت حاجة عندي هو عايز يعرف ايه هي تالت سؤال عندي، يعني ان هو عايز ال advantages and disadvantages of this study، واحنا كنا قلناها قبل كده. وعلى فكرة المميزات والعيوب ديت مهمة، لان هو ممكن يجي يسألك عليها written، ممكن يجي يسألك عليها MCQ، ممكن يجي لك عليها في مسألة زي ديت كده، فديت حاجة مهمة يعني، وهي اصلا كده كده حفظ. طيب انا كده خلاص خلصت الكيس كنترول، نراجع كده برضو مع بعض في السريع قبل ما ندخل بقى على الكوهورت. قلنا ايه الكيس كنترول ده؟ انا ببدأ فيه في البريزنت، انا ببدأ فيه بالديزيز وبرجع للماضي للاكسبوجر. يبقى ده كده معناه ايه؟ ان هو ريتروسبكتيف كيس كنترول ستادي. بينما ايه الكوهورت ده؟ انا ببدأ باشخاص هيلسي، ببدأ اعرضهم للريسك فاكتور اللي انا عايزه اعرفه، وبتابعهم في المستقبل اشوف هيحصل لهم الديزيز ولا لا. فده كده اسمه ايه؟ بروسبكتيف كوهورت ستادي. وقلت عندي ان الكيس كنترول لازم يكون عندي تو جروب، الجروب الاول ده كيس جروب، ده بيبقوا ديزيز جروب، الجروب التاني ده اسمه كنترول جروب، دول اشخاص نو ديزيزد، اشخاص هيلثي يعني. وقلنا مهم ان هو يكون عندي في ماتشنج ما بينهم، او الاثنين لازم يكونوا ايدنتيكال عشان النتيجه تكون ادق ما يمكن. والمميزات عندي قلنا ان اول حاجه ان هو بيكون سيوتابل فور رير ديزيز، وقلنا ان البصمجه بتاعتها ان انا ببدا بديزيز، فبالتالي بيكون سيوتابل فور رير ديزيز. ثاني حاجه ان هو كان اكزامين ديزيز ويز لونج ليتنسي، اللي هو لونج انكيوبيشن بيريود. ثالث حاجه ان هو بيكون عندي اكتر من ريسك فاكتور. رابع حاجه ان هو بيكون في ماتشنج، وده بيساعدني ان يكون النتيجه ادق ما يمكن. بالنسبه للعيوب بتاعته، اول حاجه ان هو بيريكول بايز، وقلنا ليه؟ لان هو بيعتمد على الذاكره بتاعه الشخص. تاني حاجه ان هو كانت ميجر الديزيز اونست، ليه؟ لان الشخص بيبقى جاي لي دلوقتي هو عنده المرض، فانا ما ببقاش عارف المرض ده بدأ عنده امتى. وقلنا ان انا لما باجي احل المسائل بحلها ايه؟ بحلها بالجدول ده، بقسم اول حاجه ان ده بيبقى ايه ديزيزد، ده كده ديزيزد ونوت ديزيزد، وابدا اي اقسمهم اكسبوزد و نوت اكسبوزد، وهنا كده A B C D. وقلنا ان انا بحسب عندي الاودز ريشيو بادبس، وقلنا ان انا عندي لو كان الاودز ريشيو ده اكبر من واحد فده كده معناه ان هو نو اسوشيشن، مفيش اي علاقه ما بين الريسك فاكتور وما بين الديزيز ده. تاني حاجه لو كان اكبر من واحد فده كده معناه ان هو في بوزيتيف اسوشيشن، وده كده معناه ان الريسك فاكتور بيزود فرصه حدوث المرض. تالت حاجة لو كان الاودز ريشيو ده اقل من واحد يعني في عندي نيجاتيف اسوشيشن، وده كده معناه ان الريسك فاكتور ده بيقلل لي نسبة حدوث المرض، فكده معناه ان هو ليه بروتكتيف افكت. وده كده مثال حلناه مع بعض. تاني نوع عندي وهو الكوهورت ستادي. كوهورت ستادي، الكوهورت ده اصلا يعني القطيع المتماثل. طيب هو ليه بيبقى اسمه كده؟ لان انا بيكون عندي تو جروبز برضو، بس الجروبين دول بيبقوا الاثنين هيلسي، يعني انا ببدا باشخاص كلهم هيلسي، جروب منهم ببدا اعرضه للريسك فاكتور والجروب الثاني مش هعرضه للريسك فاكتور، وببدا اتابعهم بقى لفتره من المستقبل علشان اشوف مين هيحصل له الديزيز ومين مش هيحصل له الديزيز. يعني انا بيكون في عندي ايه تو جروبز، الاثنين يكونوا هيلسي، يعني انا ببدا باشخاص هيلسي، جروب هيكون عندي اكسبوزد والجروب الثاني هيبقى نوت اكسبوزد، تمام؟ بعد كده هبدا الاثنين هعمل لهم فولو اب لفتره ما في المستقبل، بعد كده هبدا اشوف مين فيهم ديزيز ومين فيهم نوت ديزيز. يعني الناس الاكسبوز دول انا هتابعهم في المستقبل عشان اشوف مين فيهم هيبقى ديزيز ومين فيهم هيبقى نوت ديزيز، والاكسبوز برضو النوت اكسبوز برضو هتابعهم في المستقبل عشان اشوف مين فيهم بقى ديزيز ومين فيهم بقى نوت ديزيز. يعني في الكيس كنترول انا كنت ببدا بالديزيز وبرجع في الماضي اقسمه الاكسبوز ونوت اكسبوز، بينما في الكوهورت ستادي انا ببدا باشخاص هيلسي، ببدا اعرضهم يعني ببدا في الحاضر باكسبوجر، وبتابعهم في المستقبل اقسمهم لديزيز ونوت ديزيز. يبقى الكوهورت ده بروسبكتيف، ليه؟ لان انا بتابعه في المستقبل. انا ببدا بتو جروبز، التو جروبز دول بيبقوا عباره عن سيميلر جروب، والاثنين بيكونوا هيلسي، ببدا اتابعهم في المستقبل، جروب منهم هعرضهم زي مثلا موضوع التدخين واللونج كانسر، انا بيكون عندي تو جروبز ما عندهمش اي مشاكل، جروب منهم هخليه يدخن والجروب التاني مش هخليه يدخن، وهتابعهم بقى مثلا لخمس سنين. فهاجي اشوف مثلا سي مثلا ان انا الجروب الاولاني ده كان 50 شخص
الجروب التاني برضو هيكون 50 شخص، لان هما لازم يكونوا سيميلر. الناس ال50 شخص الاولاني دول هخليهم يدخنوا، وال50 التانيين دول مش هيدخنوا. اروح بقى بعد 5 سنين لل50 اللي كانوا بيدخنوا دول، اشوف مين فيهم جاله لونج كانسر ومين ما جالوش. فلقيت مثلا ان 35 دول بقى عندهم الديزيز، وال15 الباقيين ما عندهمش ديزيز. في ال50 التانيين بعد 5 سنين اللي هم ما كانوش بيدخنوا، لقيت مثلا ان 15 هم اللي جالهم الديزيز، وال35 ما جالهوش الديزيز. تمام، هو ده يعني الفكرة من الموضوع. طيب ايه مميزات وعيوب الكوهورت ستادي؟ اول حاجة عندي في المميزات، اول حاجة ان هو التيمبوراليتي. التيمبوراليتي ده معناه ان هو بيعرفني مين جه قبل مين، او مين سبب لمين. يعني مثلا بيعرف انا ببدأ فيه مثلا بالاكسبوجر اللي هو السموكينج، وبتابعه الفترة في المستقبل عشان اشوف هيحصل الديزيز اللي هو اللونج كانسر ولا لا. فبالتالي هو بيعرفني ان السموكينج هو السبب في اللونج كانسر مش العكس. يعني هو بيعرفني مين قبل مين، فده كده معناه التيمبوراليتي. تاني حاجة ان هو بيكون efficient او suitable for rare exposure. واحنا سكبنا الحته ديت مع الكيس كنترول، قلنا ان الكيس كنترول ببدا فيها بالديزيز، فبالتالي هو بيكون suitable for rare disease، بينما الكوهورت انا ببدا فيه باكسبوجر، فهيكون suitable for rare exposure. دي كده التسكيمه بتاعتها. طيب انا عايزه افهم يعني ايه ان هو يكون suitable for rare exposure، او يبقى suitable for rare risk factor. هدي مثال كده. انا في عندي rare risk factor اللي هو ايه، ماده السيليكا. مادة السيليكا ديت مادة تدخل في تصنيع الزجاج. أنا عايزة أعرف إذا كان في علاقة ما بين المادة ديت وما بين اللنج كانسر ولا لأ. فأني أسهل إن أنا أجيب 100 شخص بيشتغلوا في مادة السيليكا ديت، ومية شخص تانيين مش بيشتغلوا فيها، وأبدأ أتابعهم في المستقبل أشوف مين فيهم هيجيله اللنج كانسر بنسبة أكبر، ولا أجيب ناس فعلا عندهم لنج كانسر وأبدأ أسألهم بقى إذا كانوا بيتعرضوا لمادة السيليكا في الماضي ولا لأ. أصلا ناس كتير أصلا هتلاقيهم أصلا مش عارفين إيه هي أصلا مادة السيليكا دي. فيعني الأسهل بالنسبة لي أكيد إن أنا أجيب ناس بيشتغلوا في المادة ديت، وأبدأ أتابعهم في المستقبل أشوف هيجيلهم لنج كانسر ولا لأ، عشان أعرف إذا كان في علاقة ما بينهم ولا لأ. فده كده معنى ان هو يكون suitable for rare exposure. تالت حاجة عندي في المميزات ان هو بيكون عندي multiple outcomes. ليه؟ لان انا عندي في الكوهورت انا ببدأ بالاكسبوجر، وببدأ اتابعهم في المستقبل عشان اشوف هيحصل لي الديزيز ولا لا. فانا مثلا عندي سي مثلا اكسبوجر زي مثلا السموكينج، اكسبوجر للريسك فاكتور زي السموكينج مثلا، وبدأت اتابعهم في المستقبل، فوالله اشخاص جالهم لونج كانسر، اشخاص تانية جالهم لارنكس كانسر، اشخاص ثالثة جالهم استومك كانسر. فهو عندي ريسك فاكتور واحد او اكسبوجر واحد اللي هو السموكينج ممكن يديني اكتر من اوت كوم اللي هو اكتر من ديزيز، بينما الكيس كنترول ده بيبقى عندي انا ببدأ بالديزيز وبرجع بالماضي، بيكون عندي مالتيبل ريسك فاكتور. رابع حاجة عندي في المميزات ان هو بيمينمايز الريكول بايز. ليه؟ لانه هو بيعتمد على متابعة الشخص، بيبقى معتمد على المتابعة بتاعتي انا، مش معتمد على الذاكرة بتاعت أشخاص. بالنسبة للعيوب بتاعتها، مش أنا في الدراسة ديت أنا ببدأ بالإكسبوجر وببدأ أتابعه مدة طويلة وليكن مثلا 10 سنين، ببدأ أتابعه علشان أشوف هيجيله المرض ده ولا لأ. مش ال10 سنين ديت، مش هي دي فترة طويلة جدا؟ يعني هو بيبقى time consuming، ومش هي برضو فترة طويلة؟ يعني بتبقى محتاجة ميزانية ومحتاجة فلوس، فبالتالي هو بيبقى expensive. فأول حاجة من العيوب إن هو بيكون expensive. تاني حاجة ان هو بيكون تايم كونسيومينج، لان هو بيعتمد على متابعة لفترة طويلة جدا. تالت حاجة ان هو بيكون not suitable for rare disease، والحتة دي احنا كنا شرحناها من شوية. اخر حاجة عندي ان هو بيopen to selection bias، وقلنا bias ديت يعني اي حاجة ممكن تبوظ لي الدراسة. selection bias يعني الحاجة اللي بوظت لي الدراسة ديت اختياري، السلكشن بتاعي اختياري انا للاشخاص هو كان السبب في ان الدراسة ديت هي اللي تفشل. فده ايه، بي اوبن تو سيلكشن بايز. دي من ضمن العيوب بتاعته. يبقى ايه المميزات بتاعته؟ اول حاجه التيمبوراليتي، ان هو بيعرفني مين قبل مين ومين سبب لمين. تاني حاجه ان هو بيكون سيتابل فور رير اكسبوجر، ووضحنا بمثال السيليكا واللنج كانسر. تالت حاجه ان هو بيكون ليه مالتيبل اوت كومز، يعني بيبقى اكسبوجر واحد ومالتيبل اوت كومز. رابع حاجه ان هو بيمينمايز الريكول بايز. ليه؟ لان هو بيعتمد على المتابعه بتاعه الشخص، ما بيعتمدش على ذاكره. بالنسبة للعيوب قلنا ايه، ده بيعتمد على متابعة لفترة طويلة في المستقبل، فبالتالي بيكون time consuming، والمتابعة دي برضو بتحتاج فلوس، فبالتالي بيكون expensive. تالت حاجة ان هو بيكون not suitable for rare disease،
ورابع حاجة ان هو بيopen to selection bias. طيب عندي ايه هي انواع الكوهورت ستادي؟ بيبقى عندي 3 انواع، بروسبكتيف، وقلنا بروسبكتيف ده يعني فيوتشر، يعني انا ببدا دلوقتي في الحاضر باكسبوجر وبتابع في المستقبل عشان اشوف هيجيله المرض ولا لا. ريتروسبكتيف يعني ماضي، ده زيه تقريبا زي الكيس كنترول كده، ان انا ببدا دلوقتي عندي بالديزيز وببدا ارجع في الماضي عشان اشوف الاكسبوجر. هو طبعا بيبقى فيه شويه اختلافات، بس الاختلاف يعني الاختلافات ديت مش علينا فسكيب. يعني تالت نوع عندي الامبيسبكتيف. الامبيسبكتيف ده بيبقى نوع كومباينيشن كده ما بين البروسبكتيف والريتروسبكتيف. يعني ايه؟ يعني انا شخص عندي اتعرض للريسك فاكتور في الماضي بس هو لسه ما جالوش المرض، فهفضل متابعه لفتره في المستقبل عشان اشوف المرض هيجيله ولا لا. هو اتعرض في الماضي يعني ريتروسبكتيف، هتابعه في المستقبل يبقى بروسبكتيف. يعني هو في كومباينيشن ما بين الاثنين، يبقى ده كده ايه؟ امبيسبكتيف. النوع الوحيد اللي معايا هو البروسبكتيف. يعني طيب انا لما اجي احل المسائل ازاي؟ قلنا في الكوهورت ستادي انا ببدا فيها بالاكسبوجر، فانا هبدا بالاكسبوجر. اول حاجه عندي جروب الاكسبوزد والجروب التاني اللي هو النوت اكسبوزد. تمام، وهقسمه هنا الناس الديزيز وهنا الناس النوت ديزيز، وهعمله برضو ده كده ايه وبي وسي ودي زي ما كنت عامله برضو في الكيس كنترول، بس الفرق ان انا ببدا هنا بالاكسبوجر برجع اقسمه بعد كده لديزيز ونوت ديزيز، بينما في الكيس كنترول كنت ببدا بالديزيز ونوت ديزيز. ده هنا كان هنا ما بين الاي مكان الاي هنا كان دي، ومكان الدي هنا كان اي، لان انا ببدا في الكيس كنترول كنت ببدا بالديزيز وبقسمه بعد كده الاكسبوزد ونوت اكسبوزد. طيب انا هبدا احسب عندي ايه في الكوهورت؟ في الكيس كنترول انا كنت بحسب الاودز ريشيو، هنا بقى هحسب ايه؟ هحسب عندي 3 حاجات، اول حاجه الكيوميليتيف انستنس، تاني حاجه الريليتيف ريسك او الار ار الاختصار بتاعها ار ار، او الاتريبيوتابل ريسك الاختصار بتاعه اي ار. يعني ايه كيوميليتيف انسيدنس؟ انسيدنس يعني بحسب النيو كيسز على التوتال بوبيوليشن. يعني انا مثلا لو جه قال لي احسبي الكيوميليتيف انسيدنس امونج الناس الاكسبوزد، واحسبي الكيوميليتيف انسيدنس امونج الناس النوت اكسبوزد. تمام، انا عايزه احسب الكيوميليتيف انسيدنس امونج الاكسبوزد، يعني هجيب النيو كيسز امونج الاكسبوزد على التوتال اكسبوزد، وبحط بقى ايه الرقمين على بعض هيطلع لي نسبه. انما الكيوميليتيف انسيدنس امونج النون اكسبوزد ان انا بجيب النيو كيسز في الناس النون اكسبوزد على التوتال بوبيوليشن في الناس الاكسبوزد دول. احنا هنوضح في المثال بعد كده فالدنيا هتبقى اسهل. يعني المهم ان انا اول حاجه بحسب عندي الحاجتين دول، بحسب الكيوميليتيف انسيدنس امونج الاكسبوزد، وبجيب تاني حاجه الكيوميليتيف انسيدنس امونج الناس النون اكسبوزد. انا كده بقى عندي ايه؟ نسبتين، النسبة الأولى ودي كده النسبة التانية، دي كده 1 وده كده 2. والله 1 و2 دول لو أنا قسمتهم على بعض هيدي لي الـ relative risk اللي هو الـ RR، يعني ديت اسم. لو أنا طرحتهم من بعض يبقى ده كده الـ attributable risk، يعني ده كده إيه؟ طرح، وده هنا كده اسم. لو قسمت 1 على 2 ده كده إيه؟ RR، ولو طرحتهم من بعض يبقى ده كده إيه؟ الـ AR. نوضح بقى في المثال ده عشان الدنيا توضح معانا اكتر. بيقول لك ان انا في عندي استوديا عايز اعرف الريليشن ما بين الاكسبوجر تو راديشن اند اوكيرنس اوف الكونجنتال مالفورميشن. تمام، فانا عندي اول حاجه هقسمه في الجدول بتاعي هنا اكسبوزد، وهنا النوت اكسبوزد، وهنا الديزيز اللي هم الناس اللي جالهم الكونجنتال انومالي، وهنا الناس النوت ديزيزد. وده هنا كده عندي ايه؟ بي سي دي عامه، يعني اي حاجه ده ممكن تبقى سي، اي ارقام يعني، هي مش مهمه، مش مهمه زي الاودز ريشيو ان انا هنا يبقى A وهنا يبقى B وهنا سي وهنا دي، هنا ممكن اعمل اي رموز يعني. فايه؟ فانا عندي هنا A سي وهنا البي وهنا الدي. تمام، فهو اول حاجه عايز يعرف ايه نوع الاستادي ديت. هو هنا بيقول لك ان انا جبت جروبين وبدات اعمل لهم ايه؟ فولوينج، يعني انا بعمل لهم فولو اب في المستقبل. مش انا بعمل لهم فولو اب يبقى ده كده كوهورت ستادي، وش ده كده كوهورت. تاني حاجه عايز نحسب الار ار والاي ار. طيب انا علشان احسب الاي ار
والاي ار الار ار والاي ار لازم اول حاجه اجيب عندي حاجتين، لازم اجيب الكيوميلاتيف انسيدنس امونج الناس الاكسبوزد اللي انا رمزت لها برقم واحد السلايد اللي فات، ولازم انا اجيب الكيوميلاتيف انسيدنس امونج الناس النون اكسبوزد اللي انا رمزت لها بالرقم اتنين. يبقى انا اول حاجه هجيب عندي الكيوميلاتيف انسيدنس امونج الناس الاكسبوزد، وده كان ايه؟ بجيب النيو كيسز اللي هو ده كان دي بلس وده كده دي ماينس ده بلس وده كده اي ماينس. هجيب الكيوميلاتيف انسيدنس بتاع الناس الاكسبوزد ازاي؟ اول حاجه كان بيكون النيو كيسز اللي هو الناس البوزيتيف في الاكسبوزد اللي هما 200 على التوتال اللي هما ايه 2000، بيساوي تقريبا 1/10 اللي هو 1/10 تقريبا. طيب ال cumulative instance among الناس ال non exposed بقى ده كان ايه؟ القانون بتاعه كان ال new cases اللي هما الناس ال diseased في ال non exposed اللي هما 500 على ال total non exposed اللي هما 1000 اللي هما ايه 1000، فالنسبة بتاعتهم طلعت ايه 5/10. يبقى ال cumulative instance among ال exposed كان 1/10، وال cumulative instance among الناس ال non exposed كان ايه 5/10. انا عايزه اجيب ايه الريسك فاكتور، قصدي الريلاتيف ريسك. قلت لو انا قسمتهم على بعض هيديني الريلاتيف ريسك اللي هو الار ار، ولو انا طرحتهم من بعض هيديني الاي ار اللي هو ايه الاتريبيوتابل ريسك. يبقى 1/10 على 5/10 بيساوي ايه 2/10. الاتريبيوتابل ريسك طرحتهم من بعض 1/10 ناقص 5/10 يبقى ايه ماينس 4/10، بس بشرط ان الرقم الاولاني يعني او البسط الرقم الاولاني هنا او البسط هنا لازم يكون للاكسبوجر، اكسبوجر على نون اكسبوجر او اكسبوجر ناقص نون اكسبوجر. تمام. هنا في كده عندي ايه مقارنه سريعه ما بين الكيس كنترول وما بين الكوهورت ستادي. كان عندي في الكيس كنترول انا كنت ببدا بالديزيز وبرجع في الماضي للاكسبوجر، يعني هو ايه ريتروسبكتيف، بينما الكوهورت انا كنت ببدا في في الحاضر بالاكسبوجر وبتابعه في المستقبل للديزيز، فده كده ايه بروسبكتيف لان انا بتابعه في المستقبل. في الكيس كنترول بيكون عندي تو جروبس، جروب منهم بيبقى ديزيزد والجروب التاني نوت ديزيزد، بينما في الكوهورت انا كنت ببدا التو جروبس الاثنين كانوا هيلسي يعني الاثنين نوت ديزيزد. وقلنا طبعا ايه الكيس كنترول كنت ببدا بالديزيز وبرجع للاكسبوجر، بينما في الكوهورت كنت ببدا بالاكسبوجر وبطلع قدام للديزيز، والاثنين بيبحثوا عن اسوشيشن، الاثنين بدور فيهم على اسوشيشن عادي. ده هنا كنت بجيب فيها الاودز ريشيو وكنت بعملها بايه ادبس. هنا المهم عندي الريلاتيف ريسك، وكنت بحسب الريلاتيف ريسك بس بان انا بجيب الكيوميلاتيف انسيدنس امونج الاكسبوزد على الكيوميلاتيف انسيدنس امونج الناس النون اكسبوزد. بس ده هنا كده عندي ايه مثال تاني بيقول لك ايه ان انا عندي دراسه عايز اعرف فيها الريليشن شيب ما بين الاسكيميك هارت ديزيز وما بين الاسكيميك هارت ديزيز والسموكينج. فانا ايه فانا عندي جمع فيها باست هيستوري. بوست هيستوري ده كده معناه ايه؟ ان انا ايه رجعت لورا في الماضي، فده كده معناه ان هو ريتروسبكتيف كيس كنترول، يبقى نوع الدراسه ريتروسبكتيف كيس كنترول. تاني حاجه نوع عايز نحسب الاودز ريشيو، قلنا انا بحسب الاودز ريشيو ازاي؟ هو مديني عندي الجدول ده برضو، ده هنا كده اهو الديزيزد وده هنا كده نوت ديزيزد وده هنا اكسبوجر ودي هنا نوت اكسبوجر. ببدأ بالديزيز وبروح للاكسبوجر يعني، وهنا ايه ودي بي ودي سي ودي دي. وقلنا مهم الرموز ديت علشان هتفرق معايا لما اجي اعمل المقص ده. وقلنا انا بجيبها ازاي؟ بي ادبس اي دي في البسط والبي والسي في المقام. يبقى عندي 450 في 350 على 150 في 50، النسبة بتاعته طلعت كام؟ طلعت 21. النسبة عندي طلعت 21. 21 كده واسكت؟ لا، لازم انا اقول ان الاودز ريشيو عندي ده كده 21 يعني اكبر من الواحد، يبقى ده كده معناه ان في عندي بوزيتيف اسوشيشن ما بين الاكسبوجر والديزيز، يعني الريسك فاكتور
الريسك فاكتور اللي هو كان ايه؟ السموكينج، يعني ان السموكينج بيزود نسبة حدوث الاسكيميك هارت ديزيز 21 مرة اكتر من النوت اكسبوزد، اللي هو اكتر من الناس اللي هم النون سموكر. يعني الناس اللي سموكر عرضة ان يجي لهم اسكيميك هارت ديزيز 21 مرة اكتر من الناس النون سموكر. هنا بيسألني، هو هنا جايب لي شوية أمثلة أو شوية كيسز وبيسألني على نوع الدراسة في كل واحد. خلينا كده متفقين على حاجة كده في الأول. لو أنا لقيت في الكيس عندي، لو لقيت باست هيستوري أو من الكيس، يعني استشفيت إن هو بدأ عندي بالديزيز وبدأ يرجع للإكسبوجر، يبقى ده كده على طول إيه؟ كيس كنترول. بس هو يعني غالبا هيجي لك في السؤال إن في باست هيستوري، فلقيت باست هيستوري يبقى ده كده على طول وش كيس كنترول. طيب لو لقيت في السؤال، لو لقيت فيه بيقول لك ان هو بدأ بهيلثي انديفيديوال، او بيقول لك ان انا عندي جروبين وبعد كده بدأ ديفايدد انتو او كلاسيفايد انتو، يعني في السؤال ديفايدد انتو او كلاسيفايد انتو، او بيقول لك ان في فولو اب او فيوتشر، يبقى ده كده على طول معناه ان كوهورت ستادي. يعني انا لو لقيت هيلثي انديفيديوال او لقيت divided into او classified into او لقيت follow up او future، لو لقيت اي حاجة من الحاجات دي يبقى كده معناها cohort study، لو لقيت past history ده كده معناها case control. تمام، نبدأ بقى ايه نحل مع بعض كده. بيقول لك in the study في relationship ما بين thromboembolism وال use of oral contraceptive pills the past history، بيقول لك على طول past history يبقى ده كده على طول ايه؟ case control. ندخل على المثال التاني، بيقول لك ايه؟ ما في عندي ستادي، الاستادي ديت بقارن فيها الميسلز ومامس والروبيلا اللي هو الام ام ار فاكسين هيستوري امونج كذا 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 كذا. هو بيقول لك ان هو ايه؟ بيشوف فيها هيستوري، فيها هيستوري يبقى ده عبارة عن ايه؟ كيس كنترول. صح. طيب المثال التالت عندي بيقول لك عندي ستادي عايز اشوف فيها الريليشن شيب ما بين الاكسبوجر تو برولونجد هيت وما بين الكيدني ديزيز، بيقولك ان انا عندي ايه تو جروبز مش عارفه ايه وكده. تمام، وبيقولك عندي ايه في فولود، ان انا ايه بدات اتابعه في متابعه، فده كده يبقى كوهورت استادي. صح. في المثال الرابع بيقولك ان هو بدا تيك اسامبل اوف هيلسي انديفيديوال، ان هو بدا بهيلسي انديفيديوال. مين اللي كان بيبدا عندي بهيلسي انديفيديوال؟ صح، الكوهورت استادي. تمام، المثال الخامس عندي بيقول لك to know the long term health effect of smoking، يعني هو عايز، يعني هو ايه جاب مجموعة جاب جروبين جروب او مش جاب جروبين، يعني هو جاب ايه ناس خلوهم ايه يشربوا المارجوانا دي، وعايز يشوف اللونج تيرم افكت بتاعها في المستقبل، يعني في متابعة في فولو اب في المستقبل، يبقى ده كده تعريف ايه الكوهورت ستادي. هي ديت بتيجي ايه بالفهم كده، يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني الاسئله في الامتحان هتيجي مباشره زي الاربع اسئله اللي احنا حليناهم مع بعض فوق دول. فهو بس امشي على السكيما اللي انا قلتها لك، ان لو قال لك في السؤال في باست هيستوري فده كده على طول دماغي توديني ناحيه الكيس كنترول، انما لو قال لي ان هو بدأ بهيلثي انديفيديوال، او لو قال لك كلاسيفايد انتو او ديفايدد انتو، او لو قال لك ان في فولو اب، فده كده ايه بيوديني ناحية الكوهورت ستادي. بس ودي كده الاجابة. يبقى انا كده خلصت الكيس كنترول والكوهورت ستادي اللي هما كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا عبارة عن اناليتيكال اوبزرفاتيف ابيديميولوجيكال ستادي. ندخل بقى على التقسيمه الثانيه اللي هي كانت ايه الانترفينشنال ستادي، اللي هما كانوا عباره عن كلينيكال ترايل، انا كنت بتدخل فيها، يعني زي ان انا بجرب ادويه جديده، لو انا جربتها مثلا على هيومن فده كده معناها كلينيكال ترايل، لو انا كنت جربتها على انيمال فده كده معناها اكسبيرمنتال ستادي. تمام. الكلينيكال ترايل هو بيقول لك ايه؟ انه بيكون عباره عن ستاديز كارد اوت اون هيومن، وانا ببقى عايز اعرف من خلالها ايه الافكتيفنس اوف نيو دراج او فاكسين او تريتمنت، ان انا بيبقى عندي مثلا ايه دواء جديد او علاج جديد او فاكسين، انا عايز اعرف هل الفاكسين الجديد ده او الدواء الجديد ده
كويس او فعال اكتر من القديم عشان انزله السوق بعد كده، بس بشرط ان الدواء ده ابقى متأكد ان هو ده ايه يعني سيف، ان هو يبقى سيف اون بيولوجيكال وفارمولوجيكال اند توكسولوجيكال لابوراتوري ستاديز، ان انا عملت الدراسات ديت عليه قبل كده واتأكدت ان هو سيف، فهبدأ بقى اجربه على البشر او ابدأ اجربه على حيوانات عشان اشوف الافكتيفنس بتاعته كويسة ولا لا عشان ابدأ انزله السوق. طيب بعمله ازاي الكلينيكال ترايل ده؟ اول حاجة بيكون في عندي تو جروب، الجروبين دول بيكون في عندي استادي جروب، استادي جروب، والجروب التاني ده كنترول جروب. الاستادي جروب ده اللي هجرب عليه الدواء الجديد، ده الدواء الجديد. الكنترول جروب ده هديه الدواء القديم. تمام. يبقى انا بجيب عندي تو جروبز، الجروب الاولاني هجرب عليه الدواء الجديد بسميه استادي جروب، الجروب التاني هديله الدواء القديم اللي هو الكنترول جروب، وببدأ اتابعهم علشان اشوف هل الدواء الجديد ده افكتيف اكتر من الدواء القديم، فالغي الدواء القديم وانزل بالدواء الجديد، او مثلا لو لقيت مثلا ان السايد افكت بتاع الدواء الجديد ده يعني اكتر او اوحش من الدواء القديم فاكيد مش هنزل بيه. فهو بيعرفني بس اذا كان الدواء الجديد ده او الفاكسين الجديد ده افكتيف والسايد افكت بتاعه اقل فانا هنزل بيه، لو لقيت ان السايد افكت بتاعه يعني وحشة واكتر من الدواء القديم فيعني ملهاش لازمة ان انا انزل بالسوق وهكمل بالدواء القديم عادي. وانا ببقى عايزة اقيس ايه في الكلينيكال ترايل، بيبقى مهم عندي ان انا اقيس فيها الافيكاسي اللي هي الكفاءة بتاعة الدواء ده. طب انا بحسب الافيكاسي ديت ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب الانسيدنس في الكنترول جروب ناقص الانسيدنس في الاستادي جروب على الانسيدنس في الكنترول جروب، دي كده ارقام هو بيبقى يبقى جايبها لك في المساله انت ما بتجيبهاش، بس انا ببقى عايز اعرف بس ان هو بيكون الكنترول ناقص الاستادي على الكنترول. هيبقى انا عندي في المثال اللي جاي بيقول لك عندي ان انا في عندي كلينيكال ايفالويشن of new vaccine incidence، فهو عايز يعرف ال incidence of this او المورتاليتي ريت اللي هو نسبة الوفيات في الكنترول جروب، دول ناس بياخدوا البلاسيبو. بلاسيبو ده اللي هو ده بيبقى دواء بيبقى ليه نفس الخصائص الفيزيائية بس انا شايلة منه المادة الفعالة بتاعته، يعني هو مبيبقى ملهوش اي تأثير، يعني انا شايلة المادة الفعالة فبالتالي هو اكنه دواء وهمي يعني. فانا بجيب جروبين، الكنترول جروب ده بديله البلاسيبو، والجروب التاني اللي هو الانفستيجيتنج جروب او الاستادي جروب ده هديله الفاكسين الجديد، وعايزه اشوف المورتاليتي ريت في اني جروب اكتر. فهو بيقول لك ان المورتاليتي ريت عندي في الناس اللي بتاخد البلاسيبو اللي هو الكنترول جروب وصلت 70%، بينما المورتاليتي ريت اللي هي نسبة الوفيات في الاستادي جروب وصلت ل 30%. هو ايه عايزني اعرف اذا كان الفاكسين ده افكتيف ولا لا، وعايزني كمان احسب الديجري اوف الافكاسي. قلنا ان الافكاسي ديت انا بحسب ايه الانسيدنس في الكنترول ناقص الاستادي على الكنترول، الكنترول ده اللي هو كان ايه اللي هو 70% ناقص 30% على 70% اللي هو بيساوي 40 على 70، فتقريبا طلعت معايا ايه 57 من 100 اللي هي 57% يعني. فده كده معناه ايه؟ ان هو قلل المورتاليتي ريت بنسبة 57%، فده كده معناه ان هو يعني كويس جدا ان هو قلل نسبة الوفيات بنسبة اكتر من 57%، اكتر من 50%، فاكيد ديت حاجة كويسة جدا. فده معناه ان الفاكسين از افكتيف. وبرضو عندي الاسم التاني للإفكاسي اللي هو ال relative risk reduction اللي هي ال RRR، عشان ما تتلخبطوش يعني ال RRR ديت هيها الافكاسي، بنحسبها برضو بالانسيدنس في الكنترول ناقص الاستادي على الكنترول. نراجع الكلينيكال ترايل كده في السريع، قلنا ايه الكلينيكال ترايل ده بيبقى ايه انترفينشنال، يعني انا بتدخل فيه، بجيب بيبقى عندي مثلا دواء او فاكسين جديد انا عايزه اجربه، بس بتاكد الاول ان هو بيبقى سيف. والله انا لو جبته وجربته على هيومن فده كده معناه كلينيكال ترايل، لو جربته على انيمال يبقى ده كده اكسبيرمنتال ستادي. تمام، وقلنا انا بعمله ازاي، بجيب عندي تو جروب،
الجروب الاولاني ده بديله الدواء الجديد بسميه ايه الستادي جروب، والجروب القديم بدا بديله الدواء القديم او بديله بلاسيبو ده بسميه ايه كنترول جروب. بعد كده ببدا اتابعهم علشان ابدا اجيب بعد كده احسب بعد كده الافيكاسي بتاع الدواء او الفاكسين الجديد ده عشان اعرف اذا كان هو افكتيف، واعرف كمان ان السايد افكت بتاعه كتير ولا قليل، حلو ولا وحش، عشان اعرف انزل بيه السوق ولا لا. وقلنا ان انا بحسب الافيكاسي بالانسيدنس في الكنترول ناقص الاستادي على الكنترول. وحلينا المسألة ديت بس كده خلاص، الحمد لله خلاص خلصنا المحاضرة. اتمنى يعني ان انا ما اكونش طولت عليكم، انا معلش والله، بس هي يعني هي المحاضرة يعني بصراحة تقيلة، وانا فضلت عمالة اعيد وازيد كتير بس علشان خاطر المعلومة تثبت في دماغكم. واتمنى يعني ان انتوا بعد ما تسمعوا المحاضرة ديت وتفهموها ان شاء الله يعني 10 دقايق تقرأوا فيها المحاضرة، بس ان هو مثلا لو هتحفظوا مثلا المميزات والعيوب بتاعت كل واحدة، تحفظوا المعادلات تطبقوا عليها في الأمثلة اللي كانت موجودة، وأعتقد إن أنتم مش هتحتاجوا حاجة تاني فيها يعني. فأتمنى إن أنا ما كنتش ضيعت وقتكم، وأتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا. وفي الآخر يعني أنا عارفة إن أنتم خارجين من سي إن إس وحاجات وحوارات كتيرة كده، فأنا عارفة إن الدراسة بتاعتنا تقيلة، وعارفة إن الحياة صعبة، بس لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. فيعني الحمد لله ان ربنا يعني عامل لنا في الدنيا ديت قيمة، وان احنا على الاقل بنصحى كل يوم عندنا هدف عايزين نحققه، وحاجة ليها قيمة عايزين نحققها، فالحمد لله يعني. في الاخر يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.